مرة جديدة لعند الجينيور بنوت. جينيور بنوت عباس عم يتقدم، عباس بمرر كرة طويلة ولكن عم تتخلص من دفاعات الألمون. مرة جديدة تسديدة مرة تانية، وهدف أول، هدف سريع باللقاء. الكرة واللاعب الرقم 90، هل حنشوف الهدف؟ هل هو مصطفى الحاجي؟ نعم، مصطفى الحاجي اللاعب الفلسطيني بصفوف فريق الأنصار. خلينا نشوف الكرة بالإعادة، شوفوا الإعادة. مصطفى الحاجي اللاعب رقم 90، كرة لعند الرسلين بمرر العرضية وتسديدة الحاجي، والهدف الثاني. مصطفى الحاجي عم بيسجل الهدف الثاني، الأسيست الرائع من الرسلين وبشكل رائع جدا. خلينا نشوف الكرة بالإعادات، تمريرة لعند سميح، يا سلام على هالكرة، هاتريك لصالح مصطفى الحاجي، يا سلام على الأنصار اليوم، يا سلام. 3 أهداف عم ينتهي فيهم الشوط الأول، 3 أهداف لصالح مصطفى الحاجي. الكريدت الكبيرة للدفاعات القوية والحارس القوي، وبالنهاية في لاعب